مرحبا أصدقائي. تزخر الذاكرة الفلسطينية بالنساء اللواتي كن رموزاً في النضال منذ الانتداب البريطاني وحتى الاحتلال الصهيوني، وواجهنا التهجير والنكبة. وبطلتنا لليوم هي طرب سليم عبد الهادي، مناضلة فلسطينية ولدت في جنين، كانت عضو فعال في رابطة المرأة العربية، وشاركت مع مجموعة من نساء مدينة القدس في تأسيس الاتحاد النسائي العربي الفلسطيني، الذي يعتبر أول منظمة نسائية في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني، بهدف معارضة التواجد الصهيوني في فلسطين ودعم الكفاح الفلسطيني من أجل الاستقلال. قادت أول مظاهرة نسائية للاحتجاج على ما يدور في البلاد من أعمال التعسف والهجرة الصهيونية، وتكررت قيادتها للمظاهرات الوطنية عام 1933، وعام 1936 ساهمت في تأسيس عدد من الجمعيات النسائية الفلسطينية، وكانت أفضل من يتحدث عن القضية الفلسطينية. توفيت في مدينة القاهرة في مصر عام 1976.